هنا فقط يمكنك إطلاق العنان لفن من نوع خاص. نوع من الرقص يذكرك بأفلام أجنبية نجحت نجاحاً واسعاً. فن اختاره شباب اليوم لإخراج مكنوناتهم. وإن أردت معرفة ما هي رقصة البريك دانس فهؤلاء يعطونك الإجابة. من مختلف الولايات وعلى هواية واحدة البريك دانس اجتمعوا. وبمختلف الأعمار كان الموعد هنا برياض الفتح بالعاصمة. شباب كشفوا عن مواهبهم وشغفهم اللامحدود. وعبر تصفيات عديدة قدم المترشحون أداء مبهرا أقنع من خلالها ابن مدينة تيزي وزو لجنة التحكيم المكونة من 6 حكام من نجوم البريك دانس العالميين ليتأهل لتمثيل الجزائر في سويسرا شهر سبتمبر القادم. ورفقة 30 متسابق من 28 دولة ستكون المواجهة في أكبر منافسة عالمية للبريك دانس تجمع خيرة الراقصين. وفي سويسرا الموعد الحاسم.